رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال. طابت أوقاتكم مشاهدي الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا بطعم الإنجاز. نتحدث اليوم عن طعم آخر، طعم بقيمة علمية، طعم للبحث العلمي، طعم لرائحة الجامعة وصناعة الإنسان وصناعة الطالب. معنا اليوم ضيف عزيز من نوع آخر، معنا الدكتور حموتي بالخير، وهو مدير المركز المغربي للتنمية والعلوم، رئيس مجموعة من المؤتمرات العلمية الوطنية والعالمية، له أكثر من 650 مقال وثمانية كتب، 9 براءات اختراع، وأكثر من 40 دكتوراه، الجائزة حاصل كذلك على الجائزة العربية للكيمياء، وذلك سنة 2013. أستاذي الكريم مرحبا بك أولا، ولكن أمام هذه العناوين وأمام هذه الأرقام، ما هي اللغة التي يمكن أن نتحدث بها عن هذه الإنجازات؟ شكرا لك أخي الكريم، وشكرا لجنود الخفاء الموجودين معنا. تحية خاصة وعامة لكل مشاهدي القناة عبر العالم. عندما نتكلم عن هذه الأرقام نتكلم عن حصيلة تفوق ربع قرن من البحث العلمي داخل مختبرات العلمية، سواء هنا في الرباط أو في مدينة وجدة العامرة، من خلال مجموعة ديال الورشات أنشأناها هناك في مدينة وجدة. عندما نتحدث عن البحث العلمي نتحدث عن الماضي والحاضر والمستقبل، نتحدث عن هذا الجهد الذي بذله كل المدرسين الذين أشرفوا عن تربيتنا، نتكلم عن الحاضر، عني وعن فريقي المترامي الأطراف داخل مدينة وجدة وفي كل جامعات المملكة الشريفة، وكذلك مجموعة من الجامعات في الجزائر الشقيقة، تونس، مصر، المملكة العربية السعودية، الهند، في فرنسا، مجموعة من الباحثين نتشرف بالانتماء إليهم من خلال هذا التعاون ما شاء الله الذي أثمر كل هذا الجهود المتواصل لحد الآن. طيب، هو التواضع يعني شيمة عند العلماء وشيمة عند الباحثين الجادين، أرى وباعتزاز ذلك الوسام شرفك به صاحب الجلالة منذ سنتين. ما هو شعورك وأنت تحمل هذا الوسام على صدرك؟ شعور كما يقال لا يوصف، وهذا إنعام ملكي لم يكن واردا بذهني، ولكن لما اتصل بي من قبل القصر الملكي بأنني سأكون من ضيوف صاحب الجلالة لسنة 2015، كان ذلك يعني أنا كما قلت في تصريحي لما أكرمني جلالة الملك بهذا الوسام أنه ميلاد جديد، قوة جديدة أعطيت لي من قبل صاحب الجلالة، ما شاء الله. طيب، نعود الآن إلى حظيرة الجامعة. ما نسمعه دائما وما نلوكه هو أن الجامعة المغربية تعاني من أشياء. نحن لا نريد أن نتحدث عن الأمور السلبية، لأن طعم الإنجاز هو أن نقدم لشبابنا ولجمهورنا الحبيب نماذج فاعلة في المجتمع. ما هو الدور الذي يقوم به الدكتور حموتي بالخير داخل هذه الجامعة، وما هي الأشياء الإيجابية التي تحفزك وتحركك للبناء وصناعة الطالب وصناعة الإنسان المغربي؟ في البداية لابد، وأنا أدرس أبناء الطلبة، أن أصرح لهم في كثير من الأحيان أنا جندي وأنا خادمكم. وعندما يكون الإنسان عنده هذا الشعور أنه يخدم الطلبة وأنه في خدمتهم تشحذ الهمم. نعم. وعندما يأتيني طالب من أي مكان في المغرب أو بأي اختصاص ويعرض علي مجموعة
من القياسات ومجموعة من التجارب والمعطيات ويقول لي هل بإمكاني أن أنشر هذه التجارب وهذه الحصة العلمية. أشجعه وأقول له بطبعا ممكن أن تنشأ في مقالة علمية وتنشر. وشعور لا يقاوم كذلك عندما يرى الطالب اسمه على القاعدة المعطيات العالمية بعنوان الجامعة دياله. نعم. لا شك أن ذلك طيب سيدفعه إلى المزيد. دكتور سيدي حموتي بالخير، هنا عندنا 600 مقال أو 650 مقال، هو معادلة صعبة. كيف يعني يستطيع الباحث أن يكون يعني محينا في بحثه، محينا في مقالاته، ومحينا مع ركب الباحثين على المستوى العالمي؟ أنا منذ سنة 1995 كان عندي نشرتين، في 2006 وصلت إلى 100 نشرة في السنة الواحدة. أنا دائما متواجد منذ أو بعيد صلاة الفجر وأنا حاضر على الكمبيوتر على التصحيح، وفي كثير من الأحيان أبقى في المختبر حتى الساعة 10 مساء مع طلبتي، وأحاول أني أحضر حتى في العطلة الصيفية أن أكون موجودا في المختبرات لأساعد الطلبة. يعني عندي حضور دائما، صبر، وعندي ملازمة، عندي إلحاح على النجاح. نعم. الحمد لله هذه ثمار ديال واحد الجهد. طيب أستاذي، كيف ينظر إليكم القارئ العلمي أو الباحث العلمي خارج المغرب؟ الشعور بالدنيا أحيانا أو ذلك المرض أو التواضع المرضي يجعلنا نحس بأننا دون الراكب، دون المستوى، ولكن ها هنا الرقم يتحدث بنفسه عن نفسه. يعني كيف ينظر إليكم الباحث الأجنبي، أقول الغربي، أقول الأوروبي أو العالمي بصفة عامة؟ يعني هذا حديث آخر عن بنك أو قاعدة المعطيات التي أي منشور علمي عالمي إلا ويدخل في هذه القاعدة البيانات. فعندما في الاختصاص ديالي مثلا منع التآكل لينيبيسيون دو لا كوروزيون اور كوروجين انهيبيشن اوف كوروجين، عندما تضع هذه الكلمتين الكوروزيون زائد الانهيبيسيون ويعطيك الترتيب العالمي. نعم. الحمد لله هذا حموتي بالخير هو الأول على الصعيد العالمي ما شاء الله، والباحث الثاني هو رجل ابن 75 وهو أحمد ممتاز قريشي من الهند. نعم. الثالث واحد إينو إيبينسو من جنوب من إفريقيا الجنوبية. نعم. والرابع والخامس وهو الأستاذ الصالغي رشيد وزروق عبد القادر اللي هم أحد الطلبة ديالنا اللي موجود في جامعة ابن زهر وجامعة محمد الأول. يعني الثمار وهذه الستة كاملين نتعاون معهم في هذا الميدان. نعم. والحمد لله الاسم ديالنا الآن واسم الطلبة ديالنا الآن أصبح بارزا في المنظومة التعليمية العالمية. نعم. إذن بصفة عامة حينما نتحدث عن البحث العلمي في هذا التخصص بالذات، يعني الإنسانية تحتاج إلى كذا بحوث أو مثل كذا بحوث، الإنسانية محتاجة إلى تطوير هذا المجال وهذا الميدان. هل هي التربة العلمية وأقصد الأرضية العلمية الموجودة في المغرب التي تؤهلكم لهذا، أم أن هناك عوامل أخرى هي التي تساعدكم على هذا الإنجاز؟ لا شك أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي تبقى متواضعة، لكن يعني مع الوقت ومع الزمن مختبراتنا الآن تتجهز بمعدات هائلة، وهناك يعني محطات في فاس وفي الرباط والدار البيضاء والقنيطرة ومراكش. نعم. هذه كلها تدعم صناعة البحث العلمي داخل. نعم. الوطن. نعم. وعندنا علو الهمة وعندنا يعني مشروع أننا نشتغل على فريق أوسع وأوسع نتعاون معه. ما لم ننجزه في مدينة وجدة ننجزه في القنيطرة أو في الرباط أو في الدار البيضاء،
ما لا نقدر إنجازه هنا في المغرب ننجزه إما في فرنسا أو في الهند أو في مكان آخر بفضل تعاوننا العلمي مع جميع الباحثين داخل تخصصنا. لما يستمع المشاهد الكريم إلى براءة اختراع، ولديك 9 براءات اختراع، ما هي براءة الاختراع حتى نعمم الفائدة؟ براءة الاختراع هو شيء جديد يضاف إلى الاختراعات من ناحية ديال التجارب. نعم. يعني عندما تكون هناك يعني قطعة حديد أو الفولاذ ونضعه في الحامض الكلوريدري، هذه القطعة بعد أكثر من 24 ساعة أو يوم ونصف تذوب، لا تذوب تغييرات. فإذا أضفنا إليها ما يسمى بالمانع فتبقى هذه القطعة ديال الحديد غير متآلكة أو غير متهالكة. فهذه إضافة نوعية إلى في البحث منع في البحث العلمي إلى منع هذه المعدات، لأنه إذا لما نتحدث عن الحديد هنا وهذا الاختراع معناه أن المنشآت الكبرى القناطر إلى غير ذلك يحدث لها هذا التآكل طبعاً. وبفضل هذه الاختراعات ممكن أن نطيل ونزيد في عمر المنشآت اللي أصلها الحديد. مثلا السيارات، نعطيك مثال ديال السيارات، قبل طلاء ديال الصباغة لابد أنها توضع في هذا ما يسمى بحمامات ديال الحمضية لإزالة الشوائب السطحية. فعندما نجعل هذا الإطار الهيكلي ديال السيارة يجب على الحمض أن يزيل الشوائب كلها ولا يفتك بالإطار كله. بالإطار، وهذه فيها صيانة. هذه تسمى مثبطات أو موانع ضد التآكل. نعم. إذن التنمية الاقتصادية محتاجة كذلك طبعا للبحث العلمي. هل تشتغلون في إطار شراكات وتعاون مع مؤسسات ربما نقوله خاصة، شركات للصناعات الكبرى أو الصناعات الحديدية؟ لا، لحد الآن لا يمكن، لأن كما يسمى بالليتيسي أندستريال عندنا إما في الجهة الشرقية أو داخل الوطن لا زال يعني متواضع، ولكن مع وجود الآن هذه المعامل الكبرى لصناعة السيارات ربما يكون هناك تعاون إن شاء الله. طيب نعود إلى الأخلاق وإلى مواصفات الطالب والأستاذ في نفس الوقت، يعني ما هي الطينة الخاصة التي يتمتع بها طلبتنا المغاربة خصوصا في الجهة الشرقية كنموذج، يعني وأنتم أستاذ ومربي، بماذا يمكن أن تصفوا الطالب المغربي؟ الطالب المغربي طالب طموح، طموح في بنيته، طموح في أفكاره، وعندنا الحمد لله يعني أمثلة كثيرة، منها أننا عندنا مجموعة ديال الطلبة يعني متميزين خارج الوطن. أعطيك مثال، عندنا مثلا أستاذ الآن أصبح عميد في إحدى جامعات تكساس ما شاء الله، وعندنا الآن أستاذ كذلك، هذا الأستاذ اللي هو اسمه العبيدي نور الدين، الآن عميد في ديال الانستيتيو ديال لي فيبر وديال لا سيلولوز في تكساس، واللي نال الجائزة ديال أفضل باحث في تكساس اللي هي 21 مليون كأفضل باحث في هذا الولاية اللي اسمتها ولاية ديال تكساس. وكذلك عندنا أمثلة كذلك من مغاربة العالم، أن مثلا أستاذ محمد الداودي يعني هو أستاذ متميز، يقول بأن الجامعات الدولية تضع اسمه لتستفيد كيعني أستاذ زائر في التصنيف العالمي. هذا الأستاذ يعني أستاذ متميز. عندنا أسيدة كثر يعني أثبتوا الجدارة ديالهم، والطالب فقط محتاج إلى لمسة، إلى الحنان وإلى فتح الأبواب حتى يثمر ويعطي. ونحن يعني بالخدمة ديالنا للطلبة ديالنا طبعا يتمنون أنهم يشتغلون مع الفريق ديالنا. نعم. لأننا نيسر لهم المجال. نعم. للعمل. وأشكر طبعا جميع الأسيدة، لأن عندنا الحمد لله أسيدة على الصعيد الوطني يعني يكيدون ويجتهدون
في ميدان البحث العلمي. نعم. الآن سؤال ربما يبدو بسيطا ولكنه مركب، يعني لماذا لا يتوقف الباحث؟ يحصل على البراءة، ينشر المقال، بإمكانه أن يتراجع إلى الخلف وأن يتملى بعينيه ويفرح ويعيد هذا الفرح مرات ومرات ويعيش على الذكرى، لكن هناك إصرار. ما هو سببه حتى أن أمثالكم تستمرون في الإنتاج وتستمرون في الكتابة؟ لأن الفريق متنوع، فريق اللي عاد عندنا طلبة عاد يبدأوا في الماستر السنة الأولى، منهم السنة الثانية، منهم في السنة الأولى دكتورة، السنة الثانية الثالثة، وحتى عندما الإنسان يحرز على الدكتورة ويتوظف وجب عليه أن يستعد للتأهيل الجامعي. نعم. يعني نحن في حركة دائمة مستمرة، من أجل التنوع ومن أجل الاستثمار في الطلبة وفي الباحثين ديالنا. نعم. طيب لما نتحدث عن الجهات في المغرب، نتحدث كذلك عن الجامعة وارتباطها بهذا النسيج التنموي، إلى أي حد يمكن أن نتحدث عن التنمية ومشاركتكم أو مشاركة جامعتكم في الجهة الشرقية وفي منطقتكم بالذات؟ الجامعة هي رافد من روافد التنمية داخل الجهة وداخل الإقليم وداخل الوطن من خلال تنوع التخصصات. نعم. لأن هناك تخصصات في الماء، تخصصات في البحار، تخصصات في الجيولوجيا، تخصصات في النباتات الطبية والعطرية، يعني كل تخصص له روافده في مجال. نعم. التنمية. نعم. وطبعا هذا يربطنا بالنسيج الجمعوي، بالنسيج الترابي، مجموعة ديال المؤسسات، وطبعا يعني شيئا فشيئا كأنه لبنت من أجل بناء. نعم. مغرب. نعم. اليوم ومغرب الغد. وإحنا دائما كنت حدثتوا سي حموتي بالخير عن المؤتمرات. نعم. طبعا الحال كلمة مؤتمرات أحيانا تكون للبهرجة. نعم. أحيانا تكون للتسويق. نعم. ولكن لا أعتقد، وإخالني. نعم. ربما لدي شيء من المصداقية وأنا. نعم. أقدم هذه الشهادة، أن مؤتمرا علميا يكون من السهل تنظيمه. يعني كيف تساهمون، كيف تستعدون لمثل كذا لقاءات عالمية مؤتمرات دولية ولتضعوا أرضا هذه الاختراعات وهذه البحوث العلمية؟ نحن الهدف ديالنا الآن هو من خلال جمعيتنا اللي سميناها المركز المغربي للتنمية والعلوم، باش تكون رافد مع الجامعة ومع الكليات والمؤسسات ديال الجامعة ومؤسسات التي نتعاون معها خارج الوطن مثل جامعة الطيبة وجامعة ليل الفرنسية وكذلك جامعة ديال تكساس. الهدف ديالنا هو أنه أولا التحسيس، ثانيا عبر قاعدة البيانات أن يكون عندنا واحد مجموعة ديال المغاربة المتميزين خارج الوطن باش أننا نستدعيهم باش يشوفوهم كمثال ونموذج بالنسبة للباحثين ديالنا، أن الطلبة يحتكون مع الأبناء ديال المغرب خارج الوطن، ممكن يعني يكون هناك زيارات، هناك يكون تعاون. هذا هو الهدف ديالنا، وكل مؤتمر إلا ويكون عنده شعار كالتنمية المستدامة، كالطاقات المتجددة، كالنانو تكنولوجيا. النانو تكنولوجيا كانت 1934 الفكرة، وبدأ تطبيقاتها في السنوات العشر الآن بدأ تطبيقات ديالها، لأن الفكرة تأتي ولكن تطبيقها يمكن يأتي بعد 80 سنة. سنة. نعم. الآن في مجال التلوث ومجال البيئة، إلى أي حد هذا التخصص مثلا اللي عندكم في الجامعة يساهم في إعادة الأمور إلى نصابها وصناعة هذا الإنسان الصديق للبيئة، صناعة هذه الصناعة الصديقة للبيئة؟ يعني كيف تؤثرون على التوجه الإنساني ككل وعلى الإنتاج
الصناعي ككل في هذا البلد. نعم، يعني نتحدث مثلا عن المؤتمر اللي كان في 2016 في مدينة السعيدية اللي هو يتسمى كومبولا، وهو المؤتمر فرانكوفوني دولي حول التلوث الجوي والاحتراق والتلوث الجوي. وهذا نعم. هذا يعني كان عنده جهة خبراء من الصين، وكان الرئيس دياله كنت أنا أرأسه، هو يرأسه واحد الشاب مغربي من مدينة بركان موجود في أورليون، وهو المنسق ديال البرنامج التعاون ما بين أوروبا والصين. وجاء عندنا الباحث رقم واحد في المجال في الصين من أجل التحسيس أولا، وكان هذا هو بحال كما كنقولوا حنا بريكوب ديال 22 اللي دارته مراكش. والهدف دياله هو أن التحسيس أولا، ثم عرض الأبحاث الجديدة في هذا الميدان من أجل الحفاظ على الماء، المحافظة على الجو، المحافظة على المناخ. وإحنا كما نرى الآن بأن المغرب سيعاني في العشر سنوات المقبلة من الجفاف، ورغم أن هذا الكم الهائل ديال السدود داخل المملكة، هذا الإرث الحسني الله يرحمه مولاي الحسن الثاني، فهمت، وهذا الإمداد من خلال إذن هناك صحوة عند الباحثين للاستشعار عن بعد طبعاً. بأن هناك مخاطر ربما ستهدد البلد إن لم نقم بالإجراءات، ولعل المؤتمر كوب 22 كان يصب في هذا الصدد. نعود كذلك إلى الجانب الإنساني وجانب بناء الذات وبناء الشخصية. الطالب المغربي هل ينظر إلى أساتذته كقدوات؟ هل يتعامل مع الأساتذة كقدوات كنماذج يأخذها ويضعها نصب أعينه؟ لا شك أن الاحتكاك ديال الطالب الباحث مع الأستاذ دياله، الأستاذ عندما يكون عالم ويكون يعني باين على الصعيد العالمي نعم. والإقليمي، لا شك أنه يضعه في نصب أعينه نعم. ويحاول أن يحاكيه. ولهذا نعم. الآن إلى إحنا عندنا 650 مقالة علمي عالمي نعم. بعض الطلبة ديالنا وصلوا 350، كاين اللي وصل 250 ما شاء الله، كاين اللي وصل الطلبة الجدد كاين اللي راه عنده 60 62 80 نعم. والقافلة تسير نعم. والإبداع يتجدد. ولهذا من أجمل ما سمعت من أحد العلماء الكبار كيقول لك سولوي كي نيكخي با نافونس با، يعني الذي لا يكتب لا يتقدم. وقبل أن يكتب الإنسان وجب عليه أن يقرأ نعم. قراءة الكتب، قراءة المقالات حتى يتمكن من الكتابة، وحتى يتمكن باش يكون عنده نصيب في الإرث العلمي العالمي. طيب الآن أستاذي الكريم سيدي حموتي بالخير، بماذا يمكن أن نحلم في هذا البلد ونحن داخل الجامعة؟ يعني ما هي الجامعة النموذج؟ ما هي الجامعة التي نحلم بها؟ ما هي المواصفات الآن التي علينا أن نوفرها؟ يعني الثروة البشرية أو العنصر البشري عليه أن يشتغل على بعض القيم. ما هي هذه القيم في نظركم اللي ممكن تغير مسار الجامعة وبخصوص الجامعة العمومية؟ نحن نحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي، لأن عندنا نسبة التأطير لا زالت ضعيفة بالنسبة للدول المجاورة، وبالنسبة يعني والآن فيه تناقص كثير بالنسبة للأسايدة اللي يخذوا التقاعد نعم. ما زال ما عندناش يعني التعويض ديالهم نعم. وكذلك نسبة التأطير لا زالت عندنا في الدول المتقدمة أو دول الجوار عندنا 50 طالب لكل أستاذ. إحنا لا نزيدنا نبتعد كثيرا على هذه المواصفات نعم. رغم الجهد الهائل الذي يقوم به الكثير من الأسيدة نعم. لأن الأسيدة وإن لم يقوموا بالبحث العلمي فهنهم يقومون بالتدريس مشاغل أخرى نعم. تصب في تربية الطالب نعم. المغربي نعم. وطبعا البحث العلمي كل واحد له حظه، إن كان حظنا في التعليم في البحث العلمي فزملاؤنا كثر يهتمون بالتدريس داخل ممتاز. الجامعة المغربية. لو سألتك سؤالا أخيرا، لكل إنسان أثر ويترك أثره ويمضي نعم. أو صدقة جارية نعم. هل أحسست بأنك تركت الأثر الذي
ستخلف اسمك من خلاله بعد عمر طويل. لا شك أن هذه الثروة من المقالات ومن تأطير الباحثين سواء داخل أو خارج الوطن، هذا الاحتكاك بالطلبة يكفيني شرفا أنهم في كثير من الأحيان يعرضوا على باحث أنه إما يذهب إلى سويسرا أو يأتي عند أستاذ حموتي بمختبره المتواضع، ويفضل أن يأتي عندي لأنه سيلقى الرعاية الإنسانية أولا، ويلقى الأخلاق ممتاز. ويلقى بأننا نساعده ونساعده في كتابة المقال العلمي العالمي، وهكذا هذه ثمرة من ثمرات الجد. شكراً. اللي مارسناه خلال هذه السنوات. شكراً. كانت الجلسة معك أستاذي سيدي حموتي ممتعة، لمست كذلك نموذج الباحث المغربي الذي علينا أن نعتز به. أتمنى إن شاء الله أن يعينكم الله وأن يعين كل باحثينا وجامعاتنا العمومية والخاصة كذلك، لما لا، للمضي بهذا البلد نحو المراد. أما أنتم مشاهدي الكرام، فها نحن ذقنا طعما آخر وإنجازا آخر من روح المغربية ومن نفس المغربي لهذا الوطن الجميل، لهذا الوطن المعطاء. دامت لكم مسرة البحث ودامت لكم مسرة طعم الإنجاز، وإلى لقاء آخر. يقاس العمر بأيام أم أعوام، فتأملت جلست.